وقفة مع كل المستجدات في الساحة الرياضية، وأيضا قراءة لأبرز الأخبار في فلك ساحتنا الرياضية لهذا اليوم. تحية طيبة من فريق العمل، الزميل معاذ الحميدي في الإعداد، ويساعد عبد الرحمن ناصر، وأيضا نواف الجرجير، مخرجنا عبد العزيز الوليعي، وأيضا تحية خاصة من محدثكم بندر الشهري. أرحب بكل آرائكم وملاحظاتكم واستفساراتكم من خلال ما يظهر أمامكم في أعلى الشاشة، هاشتاج برنامج الملعب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. اليوم عندنا مجموعة من الفقرات، مجموعة من الأخبار، ومساحة للمباراة المؤجلة التي أقيمت هذا اليوم بين الهلال والتعاون، واستطاع الهلال أن يتغلب على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. البداية كما عودناكم مع أبرز العناوين. في أصعب توقيت، المنتخب السعودي بلا مدرب ولا مشرف. الانضباط توقف فواز القرني 4 مباريات. والاتحاد يرد على الانضباط، قراركم غير نظامي. الهلال يواصل صحوته بثلاثية في مرمى التعاون. كانت هذه أبرز العناوين. أرحب بالأستاذ محمد الغامدي، مدير تحرير صحيفة عكاظ، الناقد الرياضي المعروف. حياك الله أبو بندر. حياك الله أبو بندر، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام، وتحية لزميلك العزيز اللي أود أنك أنت تعرف فيه للمشاهدين الكرام. شكله بيتأخر يعني. الله يحييك أبو بندر. إن شاء الله بينضمنا لاحقا الأستاذ محمد الشيخ، الإعلامي الرياضي والناقد الرياضي المعروف، ولنستكمل معه نقاشنا، لكن حتى يجهز من الدمام. عندنا تقرير عن المنتخب السعودي في بداية هذه الحلقة، وحول وضعية المنتخب السعودي من إعداد زميلنا عبد الرحمن الناصر، والقراءة عبد العزيز الحمد، والمونتاج خالد المالكي. نتابع التقرير ونعود. معضلة كبيرة يمر بها اتحاد كرة القدم، وظروف صعبة قد تكون هي أزمة تاريخية تحيط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بقيادة أحمد عيد رئيس الاتحاد وكل من خلفه. الأزمة تتوالى منذ سنوات، وكان كل مسؤول أو عضو في الاتحاد لا يرون شيئا، بل ولا يحركون ساكنا. خسارة المنتخب السعودي لكأس الخليج ليست مجرد خسارة، إنما هي نهاية البداية ونتيجة لتخطيط مبهم وليس له أي تفسير. إقالة لوبيز الذي طالب جميع من كان يملك الفكر الكروي من مدربين ومحللين، لكن الإصرار من رجالات الاتحاد السعودي على إسناد مهمة الإشراف على الأخضر لم تكن وفق معايير فنية، وتلك هي نتيجة القرارات الخاطئة. ولم يقف عند ذلك، وفي الوقت ذاته وفي هذه الظروف القاهرة، المشرف على المنتخب السعودي الدكتور عبد الرزاق أبو داود يقدم استقالته. كأس آسيا على الأبواب ومن دون مشرفا ومدربا، والقائمة الأولية ترفع من دون مديرا فنيا أيضا. عندما خرج المنتخب بخماسية اليابان من كأس آسيا 2011، كان قد وعد الاتحاد السعودي بالعمل الجبار من ذلك الوقت ليكون كأس آسيا القادم هو عودة الأخضر الحقيقية، لكن الاتحاد السعودي خيب أمال وتطلعات الشارع السعودي، وحال الأمس كحال اليوم. تشد عن الحال، رحت تمثل الطبع لك تعلمت، ليه صار لك غالي اللي اياك تشبيبه، تنشد عن الحال هذا. شكرا لزميلنا عبد الرحمن الناصر في اعداد هذا التقرير، وكان على قراءة هذا النص عبد العزيز الحمد، والمونتاج خالد المالكي.
وهو يحكي ويتحدث عن الواقع المرير للوضع الحالي بالنسبة للمنتخب السعودي. المجتمع الرياضي ككل يتحدث عن أن المنتخب السعودي قارب على مشاركة في حدث مهم، كأس آسيا 2015، وهو الحدث الذي كنا نمني النفس بعد 2011 أن نقدم فيه الوجه الجميل بالنسبة للأخضر، لكن يبدو أن السيناريو يتكرر ونفس المشاكل نفس التعقيدات، بل أن هناك ما هو أعقد من ما حدث في 2011. خليني أبدأ معك أبو بندر، كقراءة أولية كيف تنظر المنتخب السعودي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إذا أخذنا الوضع الفني للمنتخب بصراحة، يعني لا نتوقع أن يصل المنتخب بعيدا في كأس آسيا لعدة مسببات. أولا تفوق الفرق شرق آسيا ببون شاسع، كنا أول نزاحم تلك المنتخبات إما نتفوق عليها قليلا أو يتفوقون قليلا على المنتخب، لكن الآن البون شاسع بين تلك المنتخبات والمنتخب السعودي. أدل ذلك التصنيف الفيفا ليؤكد أن المنتخب الياباني والكوري والمنتخب الأسترالي وحتى المنتخب الإيراني يمثلون هما صفوة الفرق الآسيوي بصراحة. هذا جانب مهم لابد أن يعني نعرفه قبل أن نتحدث عن مدرب قادم. إذا أخذنا المدرب القادم، حتى لو أحضرنا من يكون من المدربين الآن في هذه الفترة الحرجة، لن أيضا نصل بعيدا للمنتخب في كأس آسيا. أولا لظروف الوقت، ثانيا لأن المنتخبات الأخرى حقيقة متقدمة كثيرا فنيا على المنتخب السعودي. ولذلك أنا في رؤيتي أن الوضع لابد أن يكون فيه اختيار دقيق للمدرب القادم، بمعنى أن إقحامه في كأس آسيا بعد نحو 20-30 يوم هو نوع من المغامرة والإساءة للمنتخب وحتى للمدرب. قد يكون تتعاقد مع مدرب متمكن، ولكنه كإشراف كمتابعة لكأس آسيا على أن يتولى تدريب المنتخب إما مدرب وطني يكون في فترة مؤقتة أو مدرب لأحد الأندية أو مدرب في المنتخبات السنية المعروفة من المدربين الوطنيين. تلمح لمرحلة بناء أبو بندر. نعم أنت لازم تخطط. إلى متى بندر؟ أنت لازم تخطط من السنين الآن. تمر أبو بندر، أنت لازم تخطط ل 2018. طب أسألك بالله، متى حنا نسمع كلمة بناء؟ لأن اختياراتك من متى وإلى متى؟ نعم، لأن اختياراتك في المدربين اختيارات غير موفقة، لا تبنى على رؤية فنية دقيقة في المدرب القادم. أنا أعطيك مثال قريب، ريكارد ولوبيز مدربين تم اختيارهم أنا أعتقد برؤية فردية واختيار فردي أكثر منه اختيار جماعي. أنا أنادي وأطالب بأن يكون هناك لجنة فنية مهمتها الإشراف الفني على المنتخب. موجودة، هذه مغيبة. عبد اللطيف الحسيني استقال، هذه مشكلة، وأعلن ابتعاده عن الوسط الرياضي نهائيا. مشكلة هذه يا بندر. الكابتن يوسف خميس في صحيفة الرياضية، نعم، قال تصريحه صحيح صحيح، يقول أنا ما أدري من اللي اختار الأسماء، لا أحد كلمنا ولا أحد شاورنا. إذا مغيبة، إذا على ماذا لجنة فنية؟ إذا هذه لجنة فنية مغيبة، وهذا شيء آخر. إذا هذا يؤكد أنه في خلل في اتحاد القدم. إحنا نتحدث في جانب اللي يفترض أن يكون في المنتخب 2-4 أشخاص فنيين هم من تطرح بهم الثقة في اختيار المدرب المنتخب الأول وحتى مدربين المنتخبات السنية، وهم من يقيمون عطاء المدرب في الفترات أو في المراحل التي يلعبها. أنت قلت قبل شوي أن ريكاردو مين الثاني اللي كان باختيارات فردية؟ ريكارد أنا أتفق معك، يعني كان خليني أقول لك صفقة إعلامية. بندر لوبيز مدرب فئات سنية فترة حرجة، جاء للمنتخب ووضع فيها المنتخب لفترة مؤقتة. تم المناداة من أتذكر الأستاذ سلمان القريني كمشرف بأن يكون هناك غربلة للمنتخب بعد تجاوز وقبل 6 أشهر من بطولة الخليج، لكن اتضح أن اجتماع اتحاد القدم هو من أبقى لوبيز حتى هذا الوقت. يمكن الوقت، يمكن خلينا أقول لك الوقت وحساسية أنا المشاركة. أنا أعتقد بندر الوقت الماضي ليس أقل حرجا من الوقت الحالي. صحيح. الآن لدينا 30 يوم، هي أحرج وقت للكرة السعودية. الخوف أن يعاد تكرار سيناريو كأس آسيا السابقة وأن نخرج من المجموعة للأسف في المرتبة الأخيرة. أرحب بالأستاذ محمد الشيخ الناقد الرياضي المعروف من الدمام، حياك الله أبو عبد الله، وعذرا على الإطالة، كنا فقط ننتظر التجهيزات الفنية، حياك الله.
يا اهلا ومرحبا بندر، احييك واحيي الزميل محمد الغامدي واحيي ايضا المشاهدين الكرام. الله يحييك ابو عبد الله، ما ادري اذا سمعت حديثنا ونقاشنا قبل شوي انا والزميل محمد الغامدي حول موضوع المنتخب السعودي، وعرض معنا قبل قليل تقرير يتحدث عن واقع المنتخب السعودي في هذه الايام، كيف تشخص المنتخب السعودي ووضعه في هذه المرحله؟ طبعا واحده من مصائب الكره السعوديه هي انها لا تخطط، وان خططت فهي تخطط بعشوائيه ويعني تضع اهداف ولا يعني تعمل للوصول اليها. مساله البناء الذي تحدثتم عنه، سمعنا بالبناء، وبمجرد ان سمعنا بالبناء لم تبنى يعني طوبه واحده للمنتخب السعودي منذ العام 2002 مع مجيء الامير تركي بن خالد، ونحن نتحدث عن بناء للمنتخب السعودي. تم يعني هدم الكره السعوديه بعد ثمانيه المانيا، وقيل بان المنتخب الامل قادم مع 2002، ولم نشاهد لا أمل ولم نشاهد منتخب. الفترة اللي صمتنا فيها عن البناء هي الفترة التي قاد فيها الكالديرون المنتخب في 2006، عبرنا بدون أي هزيمة لكأس العالم. بمجرد أن عدنا للحديث عن البناء وأننا نخطط إلى 2018 و2022 في الفترة التي تسلم فيها محمد المسح لإدارة المنتخب، ايضا عدنا للمربع الاول ولم نشاهد اي بناء. وبالتالي اعتقد نحن نعيش يعني اسلوب يمكن ان نسميه اسلوب المحاوله والخطا. هذا الاسلوب هو الذي يجعل الكره السعوديه تشتر الفوضى تلو الفوضى والعشوائيه تلو العشوائيه. وها نحن نعيش اليوم، اللي عشناه اليوم هو نفس اللي عشناه مع ريكارد، هو نفس اللي عشناه مع بيسيريو. طيب، ومع سلسله المدربين والمشرفين والاداريين الذي تعاقب. جميل، متى نتعلم، متى نستفيد من هذا الدرس يا ابو عبد الله؟ الى متى ونحن نكرر البناء والبناء والبناء؟ يعني خلينا اقول لك مللنا الاسطوانه هذه، مساله البناء، مساله الاعذار اللي دائما يعني نعلق عليها اخفاقاتنا، الى متى؟ لن نتعلم ابدا، والسبب لان كل من يأتي بعد من أسس لمرحلة هو يأتي لهدم تلك المرحلة، لأنه يرى أن سابقه هو سبب تلك المعضلة، وبالتالي نحن نبدأ من حيث ابتدأ الأولون وليس من حيث انتهوا. يعني حينما جاء الأستاذ سلمان القريني للمنتخب هدم كل ما بناه محمد المسحل، فكك كل المنتخبات اللي بناها محمد المسحل، وبالتالي أيضا سنظل يعني ندور في حلقة بهدف البناء. هذا التفكيك، هذا التفكيك بهدف البناء. هنا السؤال يعني قبل هو يسوق لنا بندر بأنه بهدف البناء، ويسوق لنا بأنني من يأتي هو العالم بأحوال المنتخب، وأن من سابقه هو سبب اشترار هذه الفوضى. وبالتالي طالما أننا نعمل بعشوائية، طالما أننا نعتقد أن كل شخص يأتي هو من يعني يختزل الحقيقة ويختزل العمل الجيد لديه، أعتقد لن نتعلم. يعني جاء في الفترة الأخيرة جاء الدكتور عبد الرزاق ابو داود وحاصر المنتخب وخنق المنتخب، ولم يجعل احد يتدخل في المنتخب، بل خنق حتى صوت مدير المنتخب زكي الصالح، حتى صوت مدير المنتخب لم نكن نسمع. وحينما ودع رمى بقنابله الصوتيه ووزع اتهاماته ورحل، مما يعني ان القادم سيبدا من جديد، لان مرحله عبد الرزاق ابو داود يفترض انها مرحله فاشله، وبالتالي سنبدا من جديد. هذا الوصف اللي انت وصفته ابو عبد الله بكلمتين، ماذا يمكن أن نصف فيه اللي يحدث الآن في المنتخب السعودي أو في إدارة المنتخب بكلمتين لو سمحت؟ في كلمتين أعتقد الكرة السعودية ستظل تراوح، ما أن تخرب من جرف إلا وتقع في دحديرة. طيب، أنت تطرقت موضوع سلمان القريني، أنا اللي أعرف أبو بندر قبل شوي لما تكلم عن موضوع سلمان أن اللي طالب بفصل اتحاد القدم هو اللي طالب بفصل المنتخبات عن الفئات السنية المنتخب الأول. لا لا طبعا، لكن سلمان كان له رؤية بدمج المنتخبات كلها في جهاز معين، حتى مع المنتخب الأولمبي، لأن كان فيه كل منتخب يعني كما يقال يغني على ليلى. ولذلك أنا أعتقد أن سلمان القريني الفترة اللي قضاها يعني قدم شيء جيد جدا، اللي هو الهدوء في المنتخب السعودي، بمعنى لم نسمع أي إشكاليات، بل حتى عزل المنتخب السعودي عن مشاكل اتحاد كرة القدم، وهذا الأمر يسجل لصالح سلمان القريني. عزل المنتخب عن إشكاليات ومشاكل وصراعات اتحاد كرة القدم، صار المنتخب في فترته، وأتحدث عن الجانب الإداري، فترة هادئة جدا من
أي عبث إعلامي ممكن يؤثر على المنتخب. لكن للأسف الآن عدنا في الفترة الماضية وكم لاحظت أن المنتخب دخل في تلك الصراعات في مشاكل اتحاد القدم، حتى أثر يمكن فنيا قليلا لكنه وجد هذه الصراعات واتضح أخيرا في التصريحات الأخيرة. بشكل عام أنا أرى في الاتحاد القدم إذا لم يضع لجنة، طبعا أنا أتحدث عن لجنة فنية تتحرك وليس مهمشة كما همشت في الفترة الماضية، ويتم اختيار كفاءات لا تزيد عن 4 أشخاص لهم القدرة في الاختيارات، أنا أعتقد المنتخب كما قال محمد سيراوح مكانه. مصيبة يعني. ما أدري يا أبو عبد الله إذا كنت تتفق معي في هذا الجانب، لما يظهر الكابتن يوسف خميس أحد أعضاء اللجنة الفنية ويقول إن إحنا لم أحد يستشيرنا ولا أحد شاورنا ولا أحد أخذ رأينا في موضوع الأسماء اللي رفعت لكأس آسيا، هذه أعتقد أنها خلينا أقول لك تلخص لك العبث اللي قاعد يصير في الكرة السعودية تحديدا في المنتخب السعودي. يعني أنا مع احترامي للأستاذ أحمد عيد، حينما تم تجديد الثقة في لوبيز روج للوسط الإعلامي بأن القرار أولا بناء على توصية اللجنة الفنية، وخرجوا من اللجنة الفنية من يؤكدون بأنهم لم يتم مشاورتهم، ومن ثم في الاجتماع اليوم التالي قال بأنه تم التصويت. الآن حتى ويتم إلغاء عقد لوبيز لا زال مصر على حقيقة. يعني أنا أفهم أن الأستاذ أحمد عيد رجل ذو خلق عظيم، ولكن أيضا إحنا مش طرشان في الزفة. يعني حتى مع إقالة لوبيز يريد أن يسوق أن اللجنة الفنية أوصت بالتخلي عن لوبيز، يعني قليل من 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 الوعي مع الوسط الرياضي يا أستاذ أحمد. هذه نقطة. بالنسبة لكلام محمد حول الأستاذ سلمان القريني، أنا واثق أن الأستاذ سلمان القريني من خيرة الأسماء حقيقة، ولكن أيضا لم يعزل المنتخب عن الإعلام. أكبر مشكلة مرت على المنتخب في السنوات الأخيرة هي مشكلة عبدالله العنزي. عبدالله العنزي فوجئنا أن المنتخب لا يملك لائحة، فوجئنا أن المدرب يستبعد عبدالله العنزي بلا مبررات، وحينما قدم اعتذاره وتم تحويل الموضوع إلى لجنة احتراف وأخذ لفت نظر لا يعيده بحجة أنه لم يعتذر له وكأن هناك انفصال بين إدارة المنتخب وسلمان القريني، حينما تم التعدي على اللاعبين سلمان اللاعبين نواف العابد وسالم الدوسري واتهامهم في حتى وطنيتهم وأنهم يعني يريدون التهرب من المشاركة الوطنية، لم يظهر سلمان القريني ليدافع عن اللاعبين في وقت قال بأن عبد الله العنزي هو بمثابة ابنه. أعتقد لا حتى الأخ سلمان القريني كانت له من الأخطاء وشارك المجموعة في الفوضوية. أنا أعتقد أنه الفوضى في المنتخب ليست فقط في إدارة المنتخب، الفوضى في اتحاد الكرة قبل ذلك. تفضل أبو بندر. لا يعني سلمان القريني أتى على تركة ثقيلة لا يستطيع أن يغيرها في شهر أو شهرين. النظام هذا يحتاج وقت، وهذا النظام لا يخلق سلمان القريني وحده، اللي يخلق اتحاد كرة القدم واللجان اللي في المنتخبات. ولذلك عندما أتى سلمان القريني في فترة شهر شهرين لا يستطيع أن يخلق نظام بأن يعاقب هذا اللاعب أو ذاك. أنا أعتقد أن هذا الأمر بعيد عن سلمان القريني في هذا الجانب. أنا أتحدث عن الهدوء اللي صاحب المنتخب في المباريات اللي لعبها، بدليل النتائج اللي صارت رغم الإحباط اللي واجه المنتخب. نقطة أخرى إذا سمحت لي محمد. ثواني أبو عبد الله ثواني. فيما يخص المدرب، الآن أرجو أن لا نعيد الكرة ثانية للمدرب. من سيختار المنتخب؟ هذا السؤال الذي يجدر بنا أن نتساءل عنه. من هو الشخص؟ هل هذا الشخص قادر على تقييم واختيار مدرب لفترة 2 أو 3 أو حتى ل 2018؟ هذه الإشكالية اللي الآن زرعت فينا أثناء وجود لوبيز وقبله ريكاردو حتى قبله من المدربين. الاختيارات بأمانة يتم وضعها على أساس فردي، إما شخص إما رئيس الاتحاد أو شخص آخر. طيب لماذا لا نضع اللجنة الفنية هي المسؤولة بحكم أنه جانب فني أكثر منه جانب إداري؟ طيب برجع لك أبو عبد الله، بس زميلنا معاذ الحميدي أعطانا إحصائية كذا بسيطة للسنوات الأخيرة بالنسبة لمدربي المنتخب السعودي، خلنا نشاهدها وبرجع لك أبو عبد الله. هذه الإحصائية نشاهدها في مدربي المنتخب السعودي للسنوات الأخيرة في نهائي كأس آسيا 2011. قاد المنتخب السعودي البرتغال بيسير، وبعد ذلك استلم زمام الأمور الكابتن ناصر الجوهر. في تصفيات كأس العالم 2014 البرازيلي روجيرو موريس قاد المنتخب في هذه التصفيات، ثم جاء بعده الهولندي ريكارد.
في كأس الخليج 2013 أيضا الهولندي ريكارد هو من استلم الأمور الفنية للمنتخب السعودي. في تصفيات كأس آسيا 2015 لوبيز طيب كأس تصفيات كأس آسيا 2015 اللي هي قبل كأس الخليج كان هناك لوبيز سيد لوبيز، ثم كأس الخليج أيضا السيد لوبيز، وكأس آسيا 2015 النهائيات الآن المدرب معلق. تفضل أبو عبد الله. في مسألة يعني حتى طريقة نظام الاتحاد، لما أقول المشكلة تبدأ في الاتحاد السعودي لكرة القدم وليس في إدارة المنتخب، يعني لا يمكن أنا شخصيا مقتنع برجل بعقلية وفكر وأيضا من حيث السن قرب سلمان القريني من اللاعبين، وهو رجل مرحلة يعني لم يغب مراحل مثل الدكتور عبد الرزاق أبو داود، ومن ثم ظهر فجأة على رأس المنتخبات. الأستاذ سلمان القريني كان في إدارة نادي النصر وكان في اللجنة الإشرافية على فريق كرة القدم بنادي النصر، يعني هو قريب من اللاعبين وقريب من حتى تفكير اللاعبين. لكن أكبر مشكلة هو السماح لأحمد عيد بممارسة يعني ديمقراطية مفرغة من قيمتها. يعني حينما تأهلنا من تصفيات آسيا إلى النهائيات وقال لنا بأنه عرض على اللجنة الفنية ومن ثم تم التصويت في مجلس الإدارة، أعتقد كان ينبغي على سلمان القريني وغيره من الفنيين أن يرفضوا مبدأ التصويت. لا يمكن أن يكون يعني عضو مجلس إدارة بعيد كل البعد عن واقع الأمور الفنية وعن الدائرة الضيقة للمنتخب أن يصوت على البقاء من عدم هذه الديمقراطية جوفاء، وإلا فكان ينبغي على أحمد عيد أن يصوت في قضايا التحكيم مع مجلس الإدارة، أن يصوت على قضايا الانضباط في مجلس الإدارة، أن يصوت قضايا الاحتراف في مجلس الإدارة. أعتقد كان من الأولى أن يترك الأمور لسلمان القريني وزكي الصالح واللجنة الفنية إن كان بالفعل هناك لجنة فنية حقيقية. طيب أبو عبد الله، حنا ما نبغى نختزل مشاكل المنتخب السعودي في أشخاص، حنا نبغى نتكلم عن خلينا أقول لك مشاكل كبيرة داخل المنتخب السعودي. يعني لما يأتي سلمان القريني كم قاعد هو استلم تقريبا في المنتخب السعودي؟ حدود 3 إلى 4 شهور. وبعدها قدم استقالته. بعد ذلك عبد الرزاق أبو داود كم جلس؟ يمكن ما كمل ولا شهرين واستقال. عبد اللطيف الحسيني يبتعد نهائيا من الوسط الرياضي خير شر، يقول ما عاد ابغى الوسط الرياضي. يوسف خميس يقول مهمشينا. اعطيك طامه كبرى الكابتن فؤاد انور قبل 4 أيام هنا في نفس المكان يقول انا استقلت لان هناك احزاب وانقسامات وتبعيات، وهناك من لا يريد ان يعمل، وهناك من يريد ان يجر المنتخب الى ما هو خارج الملعب. هذا كله ماذا يعني؟ لا، والطامة الكبرى الآن، أنت تخيل قبل 2 أو 3 شهور تم تعيين صالح المطلق كمساعد مدرب. هذا الإعلان، لم نجد صالح المطلق على دكة الاحتياط، لم يؤخذ رأيه في أي شيء الآن، وحتى اختيارات المنتخب اللاعبين الآن أنا بسأل من بيتم اختياره؟ يعني من المدربين اللي مكلفين باختيار المنتخب القادم؟ يقال بأن صالح المطلق يفترض، يعني بس إلى الآن خارج بصراحة الأضواء وبعيد عن اتحاد القدم. هذا سؤال يعني يطرح نفسه. إذا كان تم تعيينه كمساعد مدرب يفترض كان تواجده في دورة الخليج مع المنتخب قريب من لوبيز، وغير كذا يتم ظهوره الآن. لكن أنا أعتقد أن المنتخب للأسف يدار في أشخاص غير مؤهلين فنيا في الاختيارات سواء للمدرب أو حتى اللاعبين القادمين. طيب أستاذ محمد، بما تفسر ابتعاد الدكتور عبد الرزاق أبو داود تقديم الاستقالة وصفه بأن الوضع سيء وأن هناك تدخلات لا يمكن أن يرضى بها أو أن تساهم في نجاح أي شخص؟ ببساطة أنا أعتبر هذا هروب. طالما أولا الدكتور عبد الرزاق أبو داود لم يقدم لي يعني مسببات حقيقية، فقط أعطاني توصيف بأن هناك تدخلات وفئوية وشخصية، وهذا توصيف فقط. طالما لم يقدم لي فمعنى ذلك أنه هروب. هو استقرأ الآن، إذا كان الفشل بين في بطولة الخليج فكيف ببطولة آسيا بعد إعفاء المدرب؟ الأمر الآخر أن الرجل ليس لأول مرة يقدم استقالة، فعلها قبل ذلك في الأهلي. الأمر الثالث، الدكتور عبد الرزاق أبو داود مع احترام وتقدير له كان يعني مش أقول مرفوض، على الأقل هناك فجوة واضحة بينه وبين اللاعبين وبينه وبين الجهاز الإداري المتمثل سواء في زكي الصالح أو حتى في المنسق الإعلامي. كان هناك جاب إلى درجة أن ما كان يصدره من بيانات لم يكن يعرف فيه حتى المنسق الإعلامي للمنتخب. كنا نتواصل مع المنسق الإعلامي عن بيانات يصدرها عبد الرزاق أبو داود وهو لا يعرف عنها. وبالتالي أعتقد كان الرجل
يستقرئ الواقع القادم ولذلك هرب من المواجهة. لكن مع ذلك أنا أعتقد بات من اللازم على الاتحاد السعودي أن يحقق مع عبد الرزاق أبو داود، إن كان يريد أن يرمي هذه الاتهامات ويغادر عليها أن يغادر من عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم تماما، ولكن أن يبقى على رأس العضوية وأن يبقى في المكتب التنفيذي مع وجود هذه الاتهامات الخطيرة خصوصا ما يتعلق بالفئوية، يجب أن يتم التحقيق معه وأن يقدم الأدلة التي تثبت وجود تدخلات ووجود وجود فئوية. طيب وشخصانية. أبو عبد الله، هل تشك بأن مثلا الدكتور عبد الرزاق أبو داود بخبرته وتجربته الطويلة وقيمته وقامته الكبيرة سواء مع المنتخب أو كإداري أو ما إلى ذلك، هل تشك لو لحظة أنه لا يسعى للنجاح إلى العمل إلى خلينا أقول لك وضع بصمة في خارطة الكرة السعودية؟ أنا لا أشك، أكيد ما في واحد يعني لا يبتغي النجاح، ولكن الدكتور أولا لم يقدم مهر النجاح، هذا واحد. الأمر الثاني أعتقد المرحلة ليست مرحلة الدكتور عبد الرزاق وداود. ثالثا أتفق مع محمد، التركة ثقيلة، وبالتالي أعتقد يجب على الدكتور عبد الرزاق وداود طالما قبل المهمة وقبلها قبل بسبع مهام، يعني الرجل يحمل سبع حقائب في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عليها أن يكون سوبرمان. طالما قبل على نفسه ذلك يجب أن يكون سوبرمان، والسوبرمان لا يهرب يعني حينما تشتد الأمور. الدكتور عبد الرزاق أبو داود هرب من المواجهة وقذف كما قلت لك بقنابل الصوتية وقدم هذا البيان المفرغ من أي مضمون. طيب قد يقول أحد المتابعين أبو بندر، هناك من يعني إذا مثلا جلس يتمعن في المشهد الرياضي، هناك من يريد أو من حضر لهذا المشهد للعمل وهناك من لا يريد العمل، يعني خلينا نربط الأمور ببعض، يعني هناك أشخاص نتفق أنا وياك أنهم سيقدمون للمنتخب السعودي للكرة السعودية، لكن هناك أشخاص مثل ما وصفناهم يمكن بيجرونا إلى خارج الملعب، تحزبات وانقسامات مثل ما وصفها كابتن فؤاد أنور. يعني ممكن طبعا بحكم قربه فؤاد أنور أكثر مني خبرة، لكن أنا ودي أرد على محمد في يعني أشعر أنه قسى على الدكتور عبد الرزاق أبو داود قليلا في أنه هرب عبد الرزاق والدكتور عبد الرزاق من المنتخب. أنا أعتقد هو خياران لا ثالث لهم في عبد الرزاق أبو داود في بقائه في المنتخب، إما أن يغير تلك التركة وتلك الإشكاليات أو أنه يقدم استقالته، بمعنى أنه الرجل لا يستطيع تغيير هذه الأمور، ولذلك وجد أن الأجواء غير مناسبة أن يبقى في هذا. لنتحدث بصراحة بندر، الحديث الآن عن اختيار المدرب كما يقال أنه ليس من اختيارات اتحاد كرة القدم، هو من خارج هذا الاختيار، من خارج هذا، بل قيل صراحة أن من سيختار المنتخب هو مدرب المنتخب هو الرئيس العام لرعاية الشباب، والرئاسة إلى الآن صامتة في هذا الجانب، يفترض أنها إما تنفي هذا الجانب أو تثبت هذا الجانب. بس بيان الاتحاد القدم كان واضح، أنا معك أنه أن رئيس الاتحاد هو المكلف بهذا الأمر. كلام عبد الرزاق أبو داود ينفي هذا الكلام جملة وتفصيلا، يؤكد أنه الأجواء غير مناسبة، أنه في بعض الأشياء فيها جانب فئوي، يعني إلى ماذا يرمي عبد الرزاق أبو داود إلا إلى هذا الجانب. أنا أتوقع ولذلك هو لا يريد التصادم، خرج من المنتخب بطريقة معينة حتى يأتي شخص آخر قد يغير في هذا الجانب، لكن بشكل عام يمكن الوضع الآن أنا أعتقد أنه وضع سوداوي، لأنه الملاحظ بقاء المنتخب كما هو في عدم اختيار مدرب، عدم اختيار مشرف عام، للأسف خروج أحمد عيد خارج المملكة ونائب رئيس الاتحاد لا يتحدث كثيرا في هذا الجانب، وكأنه يعني تولى هذه المهمة فقط صوريا، أمين عام اتحاد الكرة أيضا لا يتحدث، كل هذه الأمور يعني جعلت الحديث يتشعب وكل يدلي بدلوه دون أن يكون هناك حقائق ثابتة. بل تخيل حتى اعتذار اتحاد كرة القدم لنتائج المنتخب في كأس الخليج لم تأتي إلا بعد تحريض من الإعلام أن اتحاد الكرة حتى في اعتذاره لم يعتذر. الله يعين أحمد عيد أبو بندر. أنا ترى على فكرة أحمد عيد، وأنا بختلف مع محمد في هالجزئية فيما يخص التصويت، يعني لا نضع الثقل دائما على أحمد عيد، ويعني إذا أخذت بديمقراطية قيل أنها يعني أمر غير جيد، يعني الرجل وضع المدرب وملف المدرب أمام أعضاء اتحاد كرة القدم. طبعا أنا أتفق لو كان في لجنة فنية
كان يفترض أن تتم مساءلتها واختيارها وأن يكون رأيها هو الأوحد، لكن هذه اللجنة المغيبة أصبح أحمد عيد مخير بأن يضع مدرب المنتخب على طاولة اتحاد الكرة ويبدأ التصويت. طبعا على فكرة التصويت ما كان بنعم أو لا، بس كانت هناك آراء معينة وخرج أو أخرج الموضوع إلى أن يبقى المدرب حتى في ظل أنه ما في يعني نتائج سيئة أو سلبية أو خسائر. طيب احنا نتوقف عند هذا الحد وناخذ أو نتحول لفاصل، وبعدها نواصل استكمال بقية حلقتنا. يشرفه سمو ولي العهد لإطلاق المبادرة الوطنية للسلامة المرورية، الله يعطيك خيرها. نحرص عليها جميعا ونتبع الإرشادات ونتبع لأجل سلامة الجميع. أنا ما أدري إيش الفرق بين يعني أن تتحول السيارة من أداة نقل إلى وسيلة قتل. أصبح لدينا